لقاءنا اليوم بخص المرسوم الرئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة الرئيس الأعلى للجيش مضى عليها بتعيين لجنة وألوم الرئيس خلاص مضى أيا فوق القائد القوات المسلحة السمجة هو رئيس اللجنة نيابة حق الأول القائد القوات البرية النائب الثاني الكنترولير جنرال ديزارمي والأعضاء القائد القوات الجوية المدير العام عن الجندرميري المدير العام عن الدي جي سي والكوم جيننتي والكوم بي سي دول أعضاء وعندهم أمين عام يكلف بكل هذه اللجنة الأوراق فوق ده كمان نهاية الأسبوع ده إن شاء الله نأينه الأمين العام ونيابته وهو كل عنده نيابة تاني لتسهيل الأمر. إذن ابتداء من اليوم أنينا خلاص اليوم هذه اللجنة تبدأ عملها وتشيف الإحصاء عن كل الجيش عشان الترغية تبدأ من هذا الشهر شهر واحد إن شاء الله. نتمنى أن ندخل فوق بسلامة وهذا البلد في سنة 2022 خاصة للجيش المسلح إنه نطلب له صحة عامة وتفوق هذه اللجنة بحيث كل إنسان يلقى حقه في ترقية الجندي من جندي لغاية جنرال.